ضاعت الورقة؟ قولها وفكني. لا ما ضاعت. ما ضاعت؟ عيل شو قالك ود المطوع؟ ود المطوع ما موجود في البلاد. ما موجود في البلاد؟ ما بغى يسافر لهالحزة؟ يقولون ساير لعمره وما بيرد إلا عقب 10 أيام. 10 أيام؟ آخ يا خوفي يا يابر، أنت تلعيني وتجذب علي ليه ما يضيع البيت؟ منو اللي يلحيك الله يهداك؟ لو عبيد حي كان ما تغربلنا هالغربال كله. عبيد راح بس خلف لك اللي أحسن عنه. انطم واسكت، عبيد ما حد أحسن عنه وما حد يقدر ياخذ مكانه، ثمن كلامك. أنت ما فهمتيني يا ضبية، أنا أقول لك عبيد راح بس خلف لك ريايل، ريايل يسدون مكانه عياله. ما حد يقدر ياخذ مكانه عبيد، حسبي الله ونعم الوكيل، أنتوا السبب، أنتوا اللي ضيعتوه، أنتوا. وحتى بيتي بيروح عني وبيضيع مدية، وأنت تكذب. منو يكذب عليك؟ والله العظيم يا مروان، والله العظيم. قالوا لنا الريال ساير العمرة وبيرد عقب 10 أيام، ما حد يكذب عليك. ماما، بابا جابر يسوي كل شيء، بس كذاب والله العظيم ما يسوي كذاب. إيه، هذا مال مغايض. كيف أسير الفجيرة؟ كيف أسير عقب هذه السنين كلها؟ بأي وجه أجامل الناس؟ الكل بيقول هذا شو جاي منا الحين هني؟ لا، وأسير أسأل عن مزرعة، أسأل منو؟ منو اللي بيعطيني وجه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.